إلى الدنمارك، حيث أكد القائمون على المركز الإسلامي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أن الحريق الذي تعرض له المركز مفتعل وتقف وراءه أيد خفية. وأشار مدير المركز فاتح لاف في حديث لوكالات الأنباء أن هناك أيد خفية تقف وراء الحريق الذي التهم المركز الإسلامي بطوابقه الأربعاء الخميس الماضي، موضحا أن الشرطة تؤيد أن الحريق مفتعل. واستدرك الحديث قائلا لكنها تنفي أن الهدف من افتعاله هو إحراق المركز الإسلامي، معربا عن استغرابه من معرفة الشرطة بأن الحريق المفتعل لا يستهدف المركز دون وجود دليل بأيديهم. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي الإمام عبد الواحد بترسون، إمام وخطيب المركز الإسلامي الدنماركي. أهلا بك إمام عبد الواحد معنا. بداية، ما هي خلفيات الحريق الذي أتى على المركز الإسلامي في الدنمارك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يعني لغاية الآن ما عرفنا السبب، يعني المبنى شاملا تحرقت، ونعتقد أن هذا يعني كان تحريك يعني عمدا وقصدا، ولكن مش ضدنا أو علينا يعني شيء آخر. ونحن يعني صار يعني صدفة بين المضروبين بهذا. ما الذي يجعلكم إمام عبد الواحد يعني تعتقدون بأن هذا الحريق كان متعمد؟ هذا يعني من قبل الشرطة، لأن هم يقولون يعني يعتقدوا أن هذا كان يعني عمدا، وربما يعني الحريق كما فهمناها يعني بداية كانت في مكان الأزبال اللي كان فيها يعني مبنى صغيرة من الخشب بجنب المبنى بجنب الإمارة، وممكن هناك يعني شعلت النار ومن هناك انتقلت على المبنى الرئيسي. يعني ما تقصده يعني بأنه هل كان هناك تعمد فعلي بإحراق المركز؟ لا، نعتقد مش تعمد على المركز، ولكن تعمد أن حد يعني يشعل فيها النار، وممكن يعني حد مريض ويتمتع بنظر النار وشيء كذا، ما أعرف يعني. ولكن نحن كنا في الطابق الثالث، يعني ممكن في بريطانيا وأنتم تقولوا الطابق الرابع، لأن كان الطابق الأرضي والأول والثاني والثالث، يعني نحن أربع طبقات فوق. فاللي يريد يعني يتوجه المسجد ما يشعل النار في طابق أرضي في مكان هناك، يعني لابد يطلع ويشوف كيف يعني يعملوا مباشرة على المسجد. ما هي ردة الفعل الرسمية إمام عبد الواحد؟ يعني ما زال ما في ردة الفعل من قبل الحكومة وأي شيء إلا يعني الشرطة وأولي الأمر في هذا المسؤول في هذه المسألة، يعني يقولوا أن يعني يبحثوا الموضوع بين الأسبوع الجاي، ما هو يعني السبب ومن ممكن إذا يستطيع يعرف من اللي قام به. نحن طبعا يعني لازم نبدأ من الأول، يعني مشان منا كل شيء، نحمد الله ونشكره، يعني هذا كما يعني كتب لنا الله، ونبدأ من البداية مرة أخرى إن شاء الله، وإن شاء الله تكون فيها الخير. ما هي الخطوة؟ شهر رمضان فيها الخير. إن شاء الله. ما هي الخطوة القادمة إمام يعني عبد الواحد؟ كيف ستتعاملون مع هذا الوضع؟ الحديث عن مركز جديد، الحكومة هل ستقوم بتقديم أي دعم بالنسبة لكم؟ لا، هذا ما فيها دعم حكومي لتكوين مراكز. نحن من أنفسنا ومن أصدقائنا هنا يعني نبدأ نتحرك على تجمع تبرعات عشان نبدأ من الجديد إن شاء الله، نبدأ من صفر من الجديد إن شاء الله، وإن شاء الله تكون فيها من يعني فتح رباني، الله أعلم. يعني نحن مش خايفين، يعني هذا مش أول مرة يعني نبدأ من يعني بمشروع كبير، فإن شاء الله تكون فيها الخير. طب هل يعني أنتم مقتنعون أيضا برواية الحكومة أو الشرطة بأنه لم يكن هناك استهداف للمركز، أم هناك مخاوف بأنه ربما كان هناك استهداف ولكن لم يتم التصريح بذلك؟ هذه الهواجس هل هي موجودة لديكم؟ يعني
مش سر أن أوروبا كلها الآن فيها يعني عنصرية وكارثة الإسلام من بعض الجهات في الشعب، ولكن كما فهمنا الآن من بداية هذا الحرك وهذا، يعني أعتقد أنه مش متعمدا علينا، لأن يعني البداية كان في الأرض ونحن فوق في العمارة، فإذا أي واحد يعني كان بالاتجاه لنا يعني ما يبدأ في الأرض، ويعني بهذا الخطير أن يعني يحرك أماكن أخرى من غيرنا. فنعتقد هذا يعني غير صدفة نحن كانوا في هذا المبنى. شكرا جزيلا لك إمام عبد الواحد بترسون، بارك الله إمام وخطيب المركز الإسلامي الدنماركي، على هذه المشاركة. نهاية أضواء على الأحداث، إلى اللقاء.